سلام، هلا مكمل معاكم كيف نعمل الأسئلة من الأفعال have و has اللي معناتها يمتلك كأفعال رئيسية، وقت بيكون لحاله ما في قبله ما في بعده فعل، ما في بعد فعل يساعده، مثل هي has eaten، has هون كانت حكيت لكم المرة الماضية she has eaten pizza، has عم تساعد eaten، فما هذا هو المطروح، has هون ما له معنى، لكن هون هاف وهاز كفعل رئيسي معناته يمتلك. كيف بدي اشكل السؤال؟ بالسلايد اللي قبله او الفيديو اللي قبل هذا حكيت لكم انه كانوا حاضر بسيط، هدول هاف وهاز فعل رئيسي ومعناته يمتلك، وهدول بزمن حاضر بسيط. اوكي، فبس كيف نشكل السؤال منهم؟ تعرفوا انتم بالحاضر بسيط لو راجعت الفيديوهات تبع الحاضر بسيط انه تشكيل الاسئله منه باضافه شو؟ يا بنضيف دو يا بنضيف داز. بستعجل فيهم شوي لانه في على الحاضر بسيط تحسن ترجعوا له. وبالتالي اذا بدي اعمل السؤال مثلا I have eyes. اوكي، خلينا انا كتكتيك، اوكي كتكتيك I have eyes بدي اعمل السؤال، بروح بحط قبل الفاعل بحط do، طبعا I بتضل حرف كبير، وبروح بحط اشاره استفهام we have eyes، بروح ضيف do قبل الفاعل صارت do we have eyes، بحط إشارة استفهام هل نحن نمتلك عيون. You have eyes بحط له do، و they بحط له do، طبعا بصيروا حرف صغير، هدول راح يصيروا حرف صغير مبدئيا، وإشارة الاستفهام بالآخر هي مفروغ منها. أوكي، لكن هلا الموضوع ما في انه وقت اللي كان الموضوع وقت موصل على هي شيء وقت تتذكره بنضيف داز، فهي انا حطيت هون داز، حط ثابت حرف صغير، وحطيت هون داز، وساويت شيء حرف صغير، وحطيت هون داز، وكمان ات ساويتها حرف صغير، فما في خلاف على القصه هي does it، وحطيت إشارة استفهام بالكل ما في خلاف. هيك تشكيل السؤال، بحط do أو does، إذا كان الفاعل هي أو شيء أو it راح أحط does. بس بتتذكروا من الحاضر البسيط إنه مثلا بدي أقول she lives، بدي أروح أعمل السؤال بقول does she live، شو بصير بالإس وقت بحط does؟ كانت تروح الإس. فهلا هون ما عندي have وحاطط لها إس، الحقيقة قلت لكم المرة الماضية إنه بدل ما أحط لها have إس بتصير has. فإذا بدي في عندي do أو does، إذا عندي does الفعل اللي بيساعده داز بيرجع لاصله، الاصل تبع هاز مثلا بدها تروح الاس، او الاصل تبع هاز هو هاف، فراح تلاقوني مزبوط حطيت داز، هذا حاضر بسيط، بدك تشيل الاس، اذا تشيل الاس عمليا بدي ارجع الفعل لاصله بحط هاف، وهون بتصير هاف، وهون راح تصير هاف، فبصير السؤال عند هي وشي وات، داز هي هاف ايز، داز شي هاف ايز، داز ات هاف eyes. من مبدأ تذكروا الفعل بيساعد do أو does على تشكيل السؤال بيرجع لأصله. هلا كتكتيك بقول do I، إنه ضيف do قبل الفاعل، بس حكيت لكم من قبل كتير طالما رجعوا للفيديوهات القديمة إنه I و we بيتبادلوا مع you، يعني عادة الناس بيقولوا لي do you have، هل تمتلك؟ بقول لهم I have، بشكوا هني فبقولوا لي do you have، we و you كل هدول I و we بيتبادلوا مع you، أنت أنتم أنتن بيتبادلوا مع أنا ونحن I و we. بس هاي قصة حكيت لكم إياها كتير فيديوهات سابقة، فبتمنى ترجعوا لها. أوكي، وبشوفكم معناتها فيديو تاني بالنسبة للنفي من have و has كأفعال تاني أو تالت أهم فعل باللغة الإنجليزية اللي هو فعل have. أوكي، بشوفكم بالنفي. أوكي، وشكرا على المتابعة.